فقط أريد أن أشير بأنه على ما يبدو بأنه تقوم الآن القوات الأمريكية والإسرائيلية بعملية إسقاط لعدد من هذه الصواريخ بالقرب من الحدود العراقية السورية، أي داخل الأراضي السورية عند الشريط الحدودي، خاصة للصواريخ التي أطلقت من محور إديالة وصولا إلى صلاح الدين ومن ثم عبورا إلى الأراضي السورية وصولا إلى إسرائيل. هناك حديث الآن عن انفجارات بالقرب من الشريط الحدودي، وكان هناك مصدر تحدث للحدث وقال بأنه لم تتم أي عملية إسقاط للطائرات المسيرة أو الصواريخ داخل الأراضي العراقية، وكان هناك حظر أو غلق الأجواء العراقية بشكل كامل أمام الطائرات العسكرية أو المدنية. أيضا بالنسبة للطائرات المسيرة التي أطلقت من الحدود الإيرانية العراقية، هي ما زالت في الأجواء العراقية وتحديدا في صحراء محافظة الأنبار وخط سير العسكري لهذه الطائرات، ووصولا من محافظة الناصرية وكذلك ميسان وصولا إلى كربلاء ومن ثم الصحراء إلى الشريط الحدودي الأردني العراقي، ومن ثم تعبر الأجواء الأردنية وصولا إلى إسرائيل، وربما يكون هناك تعامل أيضا من قبل الطائرات عند الشريط الحدودي العراقي الأردني.